اتفقت منظمات محاربة الفساد، مكافحة الفساد والشفافية على تأليف اتحاد ليبيا لمنظمات الشفافية ومكافحة الفساد. الاتحاد يضم عدد منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد. منظمة وطن للشفافية والإصلاح الإداري أحد أعضاء هذا الاتحاد، صاحبة فكرة مشروع أيادي الإصلاح الذي نحن بصدده الآن لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. الاتحاد تبنى مشروع منظمة وطن وتولى الإشراف عليه مؤقتا. أيادي الإصلاح مشروع وطني لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من 2016 حتى 2025 لإحداث تغيير في المجتمع ثقافي أو بيئي، نحتاج إلى هذا القدر من الزمن على الأقل. رؤية مشروع أيادي الإصلاح تحقيق مكانة متقدمة لليبيا كدولة أكثر شفافية وأكثر فسادا. للمشروع أهداف عامة: أولاً بناء الهيكل التنظيمي للحملة وتعزيز قدراتها. ثانياً المساهمة في وضع استراتيجية وطنية تفصيلية لمكافحة الفساد. التوعية بأهمية الإصلاح والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد. تفعيل مؤسسات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية. تعزيز الوقاية من الفساد. تفعيل دور الإعلام في الإصلاح. وكل عضو يتكون من عدد من الخلايا، وكل خلية لها وظيفتها في ذلك العضو. تعالوا نشوفوا المقاربة هدية ونحاول نسقطها على المجتمع. الكيان الثاني هو المجتمع. الحقيقة احنا محتاجين ان احنا نعرف ماذا تعني كلمة او مصطلح مجتمع. ان الحياة توجد النوى، ولكن التاريخ يصنع المجتمع، وهدف الحياة هو مجرد الحفاظ على البقاء، بينما غاية التاريخ أن يسير بركب التقدم نحو شكل من أشكال الحياة الراقية، وهو ما نطلق عليه اسم الحضارة. الحقيقة احنا يجب أن يكون في أذهاننا واضح أن احنا نسعى إلى بناء مجتمع متحضر. إن الالتزام بمبدأ الشفافية في إدارة مؤسسات وهيئات الدولة ليس هدفاً في حد ذاته، وإنما وسيلة غايتها رفع مستويات الوعي لدى جميع من هم قائمين على إدارة شؤون هذه البلاد، من نخب ومسؤولين ونشطاء مدنيين وغيرهم. كما أن مسؤولية نشر هذا المبدأ والعمل به تقع على عاتق سلطات الدولة الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وذلك من خلال ما تسنه من قوانين وما تملكه من صلاحيات تلزم مختلف المؤسسات التابعة لها على انتهاج الشفافية في إدارة شؤونها. إن الأمر من الأهمية ما يدعو إلى حد تضمين هذا المبدأ في دستور الدولة الجديد. لقد تبنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات العمل بمبدأ الشفافية منذ تأسيسها، إذ إن الأخذ بهذا المبدأ يعد من المعايير الأساسية لإدارة وتنفيذ العمليات الانتخابية، فانتهجت بذلك عدة سبل وأساليب تهدف إلى وضعها عند مستويات عالية من الشفافية لدى شركائها في العملية الانتخابية، وتجعل منها محل ثقة لدى الناخبين والمرشحين من جهة، والمؤسسات القضائية والرقابية من جهة أخرى، حتى تكتمل الصورة لدى الجميع ويرتقي وعي شركائنا بما يؤسس لعلاقات ملؤها الثقة واليقين. فقد رأينا في مجلس المفوضية إن بعث الثقة في مؤسستنا لا يتأتى إلا بالمزيد من الشفافية وإطلاع كل من لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعملها وبما تم إصداره من لوائح تنظيمية وما اتخذ من إجراءات تنفيذية. فعززنا من نشر ثقافة الشفافية داخلياً من خلال هيكلية إدارية ومالية تعتمد الإفصاح والإعلان عن الإجراءات المتخذة بشأن جميع البرامج والمشاريع المستهدفة، وخارجياً من خلال التواصل المستمر مع مختلف شركائنا
تأتي على رأسهم منظمات المجتمع المدني التي تتحمل العبء الأكبر في هذا الشأن. ولعل رعايتنا لهذا الحدث لخير دليل على هذا التوجه. وختاماً ندعو الله أن يوفق جميعنا لما فيه الخير، وأن يوفق القائمين على هذا المشروع لما يخدم مصلحة البلاد والعباد. حفظ الله ليبيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أكون ضمن هذا الحشد الكريم للتوقيع على اتفاقية الشراكة مع المشروع الوطني للأيادي الإصلاح، ممثلاً لوزارة الداخلية بجميع مكوناتها. وسوف تقوم الوزارة بإذن الله بدعم هذا المشروع كشريك فعلي فيه. إن وزارة الداخلية ممثلة في السيد وزير الداخلية والسادة الوكلاء قد اتخذت العديد من الخطوات الجيدة في سبيل القضاء على الفساد الإداري والمالي بالوزارة، ولقد أصدرت العديد من القرارات بهذا الخصوص وتم المباشرة في تنفيذها. إن نشر ثقافة الشفافية والمساءلة بين فئات الشعب هي خطوة في الاتجاه الصحيح لمكافحة الفساد بجميع أنواعه، فنحن بأمس الحاجة لوضع رؤية وآلية واضحة لمكافحة الفساد الذي يعتبر أحد أهم العقبات أمام تكوين دولة ليبيا الجديدة، ومن أهم الأسباب وراء انهيار منظومة الخدمات الحكومية للمواطن. نأمل من الله العلي القدير أن يكون المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لبنة في بناء ليبيا الجديدة الخالية من مظاهر الفساد والأفساد. وفق الله لما فيه خير البلاد والعباد، وعاشت ليبيا حرة أبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوفق بلادنا لتحسين الظروف التي تمر بها من حيث اقتسامها وتشتتها، ويؤسفنا أنها تتمتع بقدر كبير جدا من الفساد، فهذا شيء لا يليق بثورتنا. ثورتنا جاءت من أجل الإصلاح والبناء وتطوير البلاد. إن مفوضية المجتمع المدني لها شرف كبير أن تكون جزء من هذا المشروع، فكون المفوضية فهي تقريباً تمثل المجتمع المدني. فالعديد من علماء الاجتماع يقولون أن المجتمع المدني هو السلطة الرابعة، إذا ما اعتبرنا أن الإعلام جزء من المجتمع المدني. فإن المهمة التي تقع على عاتق منظمات المجتمع المدني بشكل عام، ومنظمات المجتمع المدني التي تهتم بترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد، فهي لها دور مهم وعليها أن تقوم بدورها. فنحن من خلال مفوضية المجتمع المدني وضعنا بعض الخطط والبرامج التي تصب في المشروع. إن فكرة مشروع أيادي الإصلاح فكرة تستحق كل التقدير والإجلال والاحترام، وتستحق من الجميع من حيث لو نظرنا إلى على المستوى الحكومي أو على المستوى التشريعي أو المستوى القضائي أو السلطات بشكل عام، فعليها جميعا أن تتكاتف وتحاول أن تدعم هذا المشروع ليحقق أهدافه المطلوبة. فإذا تمكننا من مكافحة الفساد فإن بلادنا ستكون في مصاف الدول المتقدمة، وهو ما نرجوه إن شاء الله. السادة الحضور، إن ترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد هي ثقافة يجب على الجميع العمل على تجسيد هذا المبدأ. من بين الأدوات التي يحتاجها المكافحة الفساد أو ترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد هو منظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني بإمكانها أن تقوم بدور فعال ودور مهم، فهي تستطيع
أو على الأقل هناك العديد من دول العالم تمكن المجتمع المدني حتى من حضور جلسات البرلمانات ومجالس الشعب بشكل عام. فعلينا أو نطالب كل الجهات أن تقف مع المجتمع المدني ومحاولة دعمها لكي تساهم كأجسام أو أعضاء مراقبين للعمل التشريعي في البلاد. يجب علينا جميعا أن ننتبه إلى أننا نمر بظروف صعبة، فظروفنا الصعبة هو فساد مالي وفساد إداري. الفساد المالي مرتبط بشكل عام بالجهات التي لها علاقة بالمال والتي تمتلك المال، فإنها جميعا مطالبة أن تضع مشاريعها وخططها لمكافحة الفساد بشكل عام. وعلينا جميعا أن ننتبه لأنه الخطر قادم لنا، فعلينا أن نحاول أن نسد الطريق أمام المفسدين. ويجب على الجهات أيضا القضائية أن تنتبه أيضا إلى هذا المرض ومعاقبة العناصر التي تفسد البلاد. وفق الله الجميع، وتمنياتنا لهذا المشروع النجاح، والشكر الجزيل إلى الجهات الراعية لهذا البرنامج، ونتمنى من الله العلي القدير أن يوفقنا ويوفق بلادنا إلى كل الخير. للأيادي والإصلاح لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، محمد يوسف بوجناح، عضو مجلس بلدي طرابلس المركز. من خلال خبرتي المتواضعة خلال سنة ونص في المجلس البلدي طرابلس المركز، اتضح لي كثير من الأمور لكي نستطيع أن نصل إلى انعدام الفساد. يجب علينا أولاً أن نضع القوانين وتفعيل القوانين. لكي نستطيع أن نفعل القوانين هناك أدلة ثابتة وواقعة موجودة. قطع اليد، السارق تقطع يده، قداش مرة اندارت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قداش مرة؟ مرتين أو ثلاثة بس. احنا الخوف لازم يكون في رادع قوي جداً، لازم الرادع قوي، والشفافية يجب علينا أن نضع كل شيء فوق الطاولة. تفعيل القوانين، مع احترامي الشديد، أنا إنسان عملي، مع احترامي الشديد للجنة مكافحة المفوضية العليا لانتخابات المجالس البلدية، تفتقر إلى، للأسف الشديد تفتقر إلى العديد من الخبرات، مما أدى إلى تعطيل الدولة الليبية. أنا مش معقولة صراحة واحد شهادة جامعية وشهادة دكتوراه مع واحد خريج قاعد شهادة ابتدائية، فكيف نقيم الوضع؟ كيف تبون نقيم الوضع؟ كيف تبين نقعمز معه إنسان مش عارف كلمة القيم والمبادئ ويبي يسير بلدية؟ كيف تبون واحد ميزانية؟ يعني بسيطة، بكل بساطة كل شيء ليه حل، كل شيء ليه حل. أنا بندير هيكل تنظيم إداري، انتخابة المجالس البلدية المفوضية تبي تدير انتخاب جسم جديد، تبي تدير. أنا راهو الآن نشعر به، الآن اللي نشعر به تو الآن، أنا قاعدين في التصعيد وليس انتخابات. خدوها مني كلمة أكيدة، راهو تصعيد وليس انتخابات. للجهوية وللقبلية وللمحسوبية موجودة الآن، ولكن لما في ناس تبي تعيش في جو إن لازم تخلق الفوضى، لأن بالفوضى يقدر يستطيع أن يمرر أجندته. هذه هي موجودة الآن واكتشفناهم. أرجوكم رجاء خاص الأيادي، مشروع هذا مشروع قيم وجيد وممتاز، وإحنا ندعموه بقوة، ولكن بشرط أن نفعل القوانين وأن نكون تحت الشفافية الكاملة، وهي الشفافية أن نضع كل شيء لدي حقا. نجي نقول له مثلا، تقول لي شنو هي الشفافية أنت؟ تقول لي شنو هي؟ أنا عضو مجلس، شنو اختصاصاتي؟ شنو هي مهامي؟ شنو هي اللائحة التنفيذية بتاعي؟ شنو دوري؟ شنو تعطيني؟ دريت لي، حطيت لي قانون 59 در الرماد على الأعين، ولكن يتعارض مع النظام التشريعي بتاع الدولة المركزي. كيف تبيني اللائحة التنفيذية لقرار القرارات اللائحة التنفيذية اللامركزي
نحن في نظام اشتراكي، نبغى نطلع إلى نظام رأسمالي. يجب علينا أن نغير جميع القوانين، ولكن ألتمس عذراً للمؤتمر الوطني، لأن فعلاً المؤتمر الوطني لهي بالسياسة وليس لهي بالوطن، لهي بالمشاكل الداخلية. كان من المفترض أن هو في لجان وهي تفعل اللامركزية، النظام الحكم المحلي، هذا هو كان فيه اهتمام. وأنا للأسف الشديد انتخاب مجالس البلدية بكل بساطة، نبي ندير أنا قانون، نبي أربع سنوات هدية نبي ندير هيكل تنظيم إداري للبلديات. شو نحتاج؟ نحتاج إلى مبنى، نحتاج إلى أدوات، نحتاج إلى عنصر بشري. إذا بقى العنصر البشري هو عليه الكلام، منين نجيب العنصر البشري؟ من الشارع. منين نجيبه؟ كيف؟ هذا زي العيل الددش فيه، زي العيل الددش فيه، لأن هذا جسم غريب، ما تقولوش راهو قالوا ريق الرعي بقر. لا لا لا، ما تقارن ليش كلام هذا، هذا كلام خطير، كلام خطير ما تقولاش. باي لا والله ما بدون معايير، لا لازم أن نضع معايير الانتخابات. هذا مش لعب صغار، هذا نقوده في ناس، نقوده في ناس متعلمة الفكر. معمر قدافي ملأ البطون وأفرغ العقول. الآن نحن نبغى نغير نظامنا، إذن يجب علينا أن نضع كل شيء في معاييره. انتخابات المجالس البلدية شو نبي محتاج؟ محتاج لفيزياء، محتاج لكيمياء، لا مش محتاج لمرحلية، محتاج لشنو؟ تنظيم هيكل، تنظيم إداري قوي. شنو هو؟ في المالية، في المحاسبة، في المحاسبة، في المالية، في الإدارة، في تقنية المعلومات. هنا كونت إذن كونت أنا هيكل تنظيم إداري قوي خلال أربع سنوات، حتى ولو كانت بطيئة. لكن جيني ويجي يكلم وزارة حكم المحلي 18 شهر، لحظة لحظة، 18 شهر كمل كلامي بعد تكلم. 18 شهر بدون مرتب، احنا أعضاء مجالس البلدية ولا عمداء، ولكن من أجل ليبيا يهون كل شيء. مشروع وطني طموح مبني على رؤية ورسالة وخطة استراتيجية وأهداف استراتيجية وقيم نبيلة للمساهمة في بناء وطن شفاف خال من الفساد. الفساد أيها السادة والسيدات بمختلف أوجهه، سواء كان فساد إداري، مالي، اجتماعي، أخلاقي، بيئي إلى آخره، هو آفة العصر ومرض عضال إذا لم يتم التصدي إليه بطرق مختلفة. ومن الجميع لا شك أن هذا المرض العضال سيقضي على هذا الوطن الكبير. للأسف الشديد بالنظر إلى الإحصائيات العالمية في مجال مكافحة الفساد، آخر إحصائية تبين ترتيب ليبيا 163 من 168 دولة، وهذا عار في جبين كل ليبي. للأسف الشديد ليبيا يجب أن تبنى عن طريق الجميع وبالجميع. ليبيا أمانة في أعناقنا، ويجب أن نعمل جميعاً على بناء هذا الوطن، وطن مبني على الشفافية والقيم النبيلة، وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ليبيا يا إخوة أمانة في أعناقنا، فيجب ألا نضيع هذه الأمانة لكي لا نحاسب ونندم في يوم ما على إضاعتنا لهذه الأمانة. شكراً وبارك الله فيك. بمس الحاجة للمؤسسات المجتمع المدني، الناس المخلصين، الشرفاء، هادم توا احنا بمس الحاجة لهم، لأن هادم دورهم توا، دورهم توا هو هذا الدور نتاعهم. إذا لما يتعطل القانون، إذا دور المؤسسات المجتمع المدني يجب أن تكون في الوجهية أمام المواطنين. هذه يعني صراحة نقطة مهمة جدا جدا جدا، ويجب أن يسعوا، وراه والسعي راه قوي جدا، لازم تكون في يعني قوة بالنسبة لهذا الموضوع هذا، ودفعة قوية جدا جدا. وإحنا بالنسبة لمجلس البلدية طرابلس المركز، ما فيش مؤسسة مجتمع مدني جتنا إلا وإحنا لبنا لها الدعوة، ما فيش أي مؤسسة. أنا بالنسبة عن نفسي نتكلم، ما نتكلمش على أعضاء تانيين أو حد تاني، لكن إحنا ما فيش حاجة ما قصرناهاش معاهم، كنا بمثل حاجة ليهم. نتمنى
نتعاونوا واللوم عليهم يا اخي، اللوم عليهم انا مؤسسه المجتمع، نقول لهم خيركم ما تجوش تسالونا، خيركم ما تسالوناش، خيركم ما تشوفوناش، خيركم ما تدوروناش. صراحه مش عارف، الله اعلم، مانيش عارف ليش السبب، يعني ان هم ما يديروش، يعني ما يتبعوش المواضيع هذه، ما يتبعوش بالذات في المجالس البلديه. النقطه الثانيه، الان هذا المشروع هذا اللي قايمته والايادي، هذا المشروع يجب ان انا لا احبد صراحه الكلام الزايد، انا نحب الفعل، ان بكره شن فيه، شنو التوصيات اللي بتطلع منها توا، مفروض المشروع هذا مفروض شنو التوصيات اللي بتطلع منها، وغدوه شنو بيتنفذ على ارض الواقع. احنا يا سيدي بقى خلي المؤتمر الوطني، خلي الناس السياسيين خليهم في سياستهم، لكن على الاقل احنا لما نجيب لهم ورقه نقول لهم والله احنا محتاجين لهادي وهادي وهادي، ينفذوها لنا، بس هذا المطلوب منا بس، وبارك الله فيك. الحقيقه هذا المشروع قد بدا منذ اكثر من 7 أشهر، وهو مشروع يهدف الى عقد مجموعه من المؤتمرات ومجموعة من حلقات العمل وورش العمل في مجال ترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد، وهو منظمة من منظمات المجتمع المدني. هذا المشروع قد دعا العديد من الجهات العامة والخاصة للحضور هذا اليوم، وذلك من أجل حضور احتفالية توقيع الشراكة بين المشروع الوطني لأيادي الإصلاح في ليبيا ومجموعة من المؤسسات والهيئات العامة. وطبعا بالطبع الدعوة مفتوحة لكل الأفراد والشركات والمؤسسات للمساهمة في ترسيخ فكرة الشفافية وأبعاد ليبيا عن شبح الفساد، كذلك إقامة هذه الندوات وهذه المؤتمرات. مدعوين كل المهتمين بمكافحة الفساد وبترسيخ الشفافية لحضور هذه الفعاليات الثقافية من أجل أعطاء صورة أحسن من الصورة التي تعاني منها الآن ليبيا، من خلال التقرير السنوي الذي تقوم بنشره المنظمة الدولية للشفافية، وهو الحقيقة يعني تقرير مخجل جدا ولا يليق بدولة عريقة تتوسط شمال أفريقيا كدولة ليبيا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاسم عادل التير، نائب رئيس اتحاد ليبيا لمنظمات الشفافية ومكافحة الفساد. الحقيقة اليوم عندنا هذه الاحتفالية التوقيع بين الشركاء في هذا المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد. حقيقة بارك الله فيهم الإخوة اللي حضروا ووقعوا هذه التفخيل وتبنوا هذه الفكرة. نحن اليوم في أمس الحاجة وفي هذه الظروف الصعبة والأزمات التي حقيقة مست الوطن وتمس المواطن وحياة المواطن البسيط. الحقيقة المجهود هذا بدأ في بداية أو أعلن عن بداية هذا المشروع في يوم 9/12/2015 في يوم العالم مكافحة الفساد، وكان بمجهود حقيقة مجموعة من الرجال الشرفاء الوطنيين، نشكرهم جزيل الشكر حقيقة، بدلوه ما زال يبذلون على حساب حقيقة أعمالهم وحساب وقتهم وحساب أسرهم، والحمد لله لا زال هناك رجال حقيقة يعطون كل أوقاتهم وكل جهدهم وأموالهم في سبيل هذا الوطن الغالي، ونقتدي بالشهداء الذي قدمت حقيقة يعني أغلى ما تملك وهي أرواحها، وقدم كذلك الجرحى الذي قدموا أجزاء من أجسادهم، وكثير من الرجال الذي ضحوا في السجون وتألموا في السجون وتعذبوا في السجون، وهذا كله بمجهود الجميع. اليوم بوجود الإعلاميين والقنوات الإعلامية، بمجهود مؤسسات المجتمع المدني، بمجهود من بعض مؤسسات الدولة كوزارة الداخلية، مفوضية العليا للانتخابات، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعض المؤسسات الأخرى اللي شاركت معهم تبنت هذه الفكرة، وكلهم حقيقة تقدموا وتطوعوا كذلك المساعدات لهذه الحملة، من خلال مثلا هذه الصالة، تجهيز هذه الصالة وكذلك طباعة الأوراق، يعني مجهود كبير. هذا المشروع طبعا يبدأ من 2016 حتى 2025، مشروع كبير جدا خاص بطوعة المواطن، المواطن المسؤول، المواطن العادي، المواطن الموظف. نحن حقيقة يعني بعد رأينا هذه الأزمات وضياع حقيقة أموال الدولة وحقيقة الدولة على انهيار، نتمنى فعلا الاستمرار في هذا المشروع
والتعاطي معها بكل جدية من كل أطياف المجتمع الليبي وكذلك من جميع القطاعات كالإعلام، لأن احنا نعول كثير الإعلام، لأن هذا الوحيد المنبر اللي يملكه المواطن ليصل صوته إلى كل الشعب الليبي. وأنتم بارك الله فيكم حضوركم، جزاكم الله كل خير، نتمنى لكم التوفيق والنجاح في مجالكم، وبارك الله فيكم مرة أخرى وشكرا. عندنا احنا نقطة لم تذكر في الاحتفالية، ان احنا اعطينا فكرة على ليبيا ان الفساد استشرى بعد 17 فبراير بعد 2011، بينما ان الجدول المقدم من المنظمة الدولية للشفافية ومكافحة الفساد ان ليبيا كان فيها الفساد من قبل 2011، وعلى الجدول المقترح من المنظمة ان ليبيا كانت في الترتيب 131 في سنة 2007. سنة 2007 كانت ليبيا في قيام دولة وقانون والرجل ودولة الصقر الوحيد، كانت ليبيا 131. في سنة 2009 كانت ليبيا في المرتبة 130، معناها في خلال ثلاث سنوات نزلت مرتبة واحدة، في وجود دولة نزلت مرتبة واحدة، بينما بعد 2011 كانت ليبيا في 2013 في المرتبة 72 في قائمة دول الفساد. في سنة 2014 نزلت ليبيا للمرتبة 166. شوف المقارنة بين ثورة 17 فبراير ومقارنة بين دولة القانون ودولة الصقر الوحيد. وأرجو أن يكون توضيح للمواطن أن لا يحملون ثورة 17 فبراير، لأن ثورة 17 فبراير لها تدخلات خارجية ولها أعضاء النظام السابق الموجودين مازالوا في ليبيا وخارج ليبيا يسعون لعدم استقرار ليبيا وبناء دولة. ونحن نرجو من الله العلي القدير أن يعنا بإقامة هذه الدولة وأن نقضي على دائرة الفساد والرشوة ونبني دولة الاستقرار ودولة القانون ودولة العدالة والبناء.